الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. أشهر ست خلت على بشارة الملاك لزكريا الكاهن. بعدها جاء الملاك موفدا من السماء ليبشر العذراء. بشارتان إحداهما لزكريا والأخرى لمريم فتاة الناصرة. سنتوقف عند البشارتين في محطات ثلاث. المحطة الأولى في ارتباطهما، في ارتباط البشارتين، والثانية في مشابهتهما، والثالثة في مقابلتهما. البشارتان مرتبطتان في الزمان. يقول الإنجيل: في الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك. الشهر السادس. وفي نهاية البشارة لمريم يقول لها: هوذا إليصابات نسيبتك هي حبلى بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا. البشارتان مرتبطتان في الزمان. الشهر السادس والرقم السادس يذكرنا حسب العهد القديم باليوم السادس، اليوم السادس من أيام الخليقة الأولى، حيث خلق الله النور في اليوم الأول، وخلق الله الإنسان على صورته ومثاله في اليوم السادس. ولكن الخليقة الأولى سقطت وتشوهت صورة الله في الإنسان، وعانى الإنسان وعانت البشرية بسبب الخطية. والآن ها هو الشهر السادس من بشارة الملاك لزكريا، الذي فيه في السادس أيضا يأتي جبرائيل ليعلن تجديد الخليقة مرة أخرى. البشارتان مرتبطتان بالزمان ومرتبطتان بالمبشر. ومن هو المبشر؟ هو جبرائيل. قال لزكريا: أنا جبرائيل الواقف أمام الله. من هو جبرائيل؟ حسب سفر دانيال الأصحاح العاشر، جبرائيل هو أحد الرؤساء السبعة. الرؤساء السبعة يعني رؤساء الملائكة السبعة. جبرائيل أي جبروت الله، أي قوة الله. جبرائيل نفسه الذي أرسله الرب ليبشر زكريا الكاهن، هو نفسه الذي أرسله الرب ليبشر
مريم العذراء. إذن البشارتان مرتبطتان بالزمان ومرتبطتان بالمبشر الذي هو الملاك جبرائيل، ومرتبطتان بالتصميم. أي تصميم هذا؟ تصميم الإنجيل. لم ترد قصة البشارة إلا في إنجيل لوقا. البشارة لمريم وردت في إنجيل لوقا، البشارة لزكريا وردت في إنجيل لوقا وحده، ولكن الخبرين في تصميم الإنجيل متلازمين. في الأصحاح الأول بداية من العدد الخامس بشارة الملاك لزكريا، وبعد بشارة الملاك لزكريا بشارة الملاك لمريم العذراء. هذه هي المحطة الأولى. المحطة الثانية البشارتان في مشابهتهما، في التشابه. البشارة الملاك لزكريا تشبه بشارة الملاك لمريم، وبشارة الملاك للعذراء مريم تشبه بشارة الملاك لزكريا. في ماذا؟ في ماذا؟ أولا في اضطراب. زكريا دخل إلى هيكل الرب، ولما وقف أمام مذبح العطور ليقدم البخور إذ به يرى جبرائيل الملاك واقفا عن يمين المذبح، رآه زكريا فملأ الهلع والخوف قلبه. ماذا فعلت؟ ربما خالفت طقسا من الطقوس أو فريضة من الفرائض، ربما تجاسرت وعملت شيئا لم تسر به السماء. لماذا هذا الملاك الواقف أجاء ليعاقبني على شيء اقترفته أو ارتكبته؟ اضطرب زكريا، اضطرب وخاف اضطراب، ومريم ذاتها اضطربت. جاءها جبرائيل وقال لها سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك. مريم ترفع عينيها فترى الملاك ببهائه واقفا قبالتها، قبالة فتاة لم تتجاوز 15 من عمرها. اضطربت أيضا وفكرت ما عسى أن تكون التحية. فزكريا اضطرب ومريم أيضا اضطربت. ثانيا البشارتان متشابهتان في التهدئة. ملاك الرب قال لزكريا لا تخف، لا تخف يا زكريا، لأن طلبتك قد سمعت. وأي طلبة كان زكريا يطلبها؟ لعل زكريا كان يطلب في شبابه ولدا يرثه ويحمل الكهنوت من بعده، ولكن مع مرور الأيام والسنين ضعف الأمل، ولما رش الشيب في رأسه وانتشر في لحيته كاد الأمل ينقطع. والشيخوخة داهمته، ولكن كان زكريا يطمح في شيء آخر. يا رب قبل أن أموت
لعلك تستجيب طلبتي وصلاتي وتقع القرعة علي لكي آخذ هذا الامتياز وأدخل إلى هيكل الرب لكي أقدم البخور. هذا امتياز لم يكن لكل كهنة العهد القديم أن يدخلوا الهيكل، كان هذا امتياز يحصل عليه بعض الكهنة بالقرعة. فزكريا كان يطلب أن يدخل تصيب القرعة ليرفع البخور أمام المذبح، واستجابت السماء. ولكن زكريا تجدد فيه الأمل، أمل أن يعطيه الله ويرزقه ابنا. لماذا؟ لأنه فهم أن الله لم يرفض زكريا، ولو كان الله يرفضه لما سمح له أن يدخل الهيكل. دخل الهيكل ورفع البخور، والطلبة القديمة تجددت. وها هو ذا يرى الملاك واقفا عن يمين مذبح البخور. البخور يا إخوتي في لغة الكتاب يشير إلى الصلوات والطلبات. لا تخف يا زكريا، لأن طلبتك قد سمعت. ومريم التي اضطربت وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية، هي ذاتها يهدئ الملاك من روعها: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، فها أنت ستحبلين وتلدين ابنا. المشابهة الثالثة في الرسالة، الرسالة. وما هي الرسالة؟ قال الملاك لزكريا: إن طلبتك قد سمعت، وامرأتك أليصابات ستحبل وتلد لك ابنا وتسميه يوحنا. يا رب، بعد كل هذه السنين يا رب تنظر إلي، تتراءف على صهيون، تتحنن علي وتسمع طلبتي. حسابات الله غير حساباتنا، تدبير الله غير تدبيراتنا. بعد هذه السنين ولم ينسى الله زكريا، وكأن الملاك يقول له: انظر إلى اسمك يا زكريا، أنت تحمل اسم ذكر الله، والله فعلا ذكرك وسمع طلبتك وصلاتك. امرأتك أليصابات ستحبل، الرسالة، وتلد لك ابنا. بعدما شخت، بعدما كبرت، ليس شيء غير ممكن لدى الله. وهكذا قال الملاك لمريم: ها أنت ستحبلين وتلدين ابنا. هذه هي المحطة الثانية، محطة المشابهة. والآن سنصل إلى المحطة الثالثة، وهي محطة المقابلة، المقابلة بين البشارتين. زكريا من جهة المكان، زكريا ظهر له ملاك الرب في الهيكل المقدس عن يمين مذبح البخور. زكريا واقف في المحراب في القدس، أمامه حجاب قدس الأقداس، عن يمينه مائدة خبز الوجوه،
عن يساره المنارة ذات السرج المسبعة، وها هو بيده المجمرة ويضع فيها البخور، مكان مقدس، قدس الأقداس أمامه، والشعب من خلفه يرفعون الصلوات والطلبات إلى الله. أما مريم فجاءها الملاك في بيت في مدينة الناصرة، في إقليم الجليل. الناصرة في لغة الكتاب مدينة مرفوضة، مرذولة، حقيرة، حتى إن نثنائيل جاوب في لبس عندما قال له: وجدنا مسيا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء. فين؟ أين يا فيلبس؟ أين وجدتم مسيا؟ في الناصرة، يسوع الذي من الناصرة. أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟ هذه هي المقابلة الأولى، زكريا في هيكل الرب في مدينة أورشليم، في مكان مقدس، في مدينة هي أعظم المدن في أرض فلسطين. وأما مريم فكانت في مدينة الناصرة المرذولة والحقيرة، في إقليم الجليل الذي قال فيه إشعياء النبي: جليل الأمم، الشعب الجالس في الظلمة وظلال الموت أبصر نورا عظيما. المقابلة الثانية، الملاك بشر زكريا بابن ستحبل به زوجته إليصابات، أما مريم فكان موضوع البشارة عليها فريدا جديدا. زكريا يعلم من تاريخ الشعب اليهودي، تاريخ آبائه وأجداده، أن الله تدخل مع إبراهيم وسارة وأعطى إبراهيم إسحاق، وحبلت سارة وهي ابنة 90 وولدت ابنها إسحاق. فالقضية ليست مستحيلة. حنة حبلت أيضا بصموئيل، وأم شمشون حبلت بشمشون، فالتاريخ ملآن بتدخلات السماء في الأرض، وعمل الله موجود. أما الملاك عندما بشر مريم فبشرها بموضوع فريد ووحيد: ها أنت ستحبلين وتلدين. هو يبشر فتاة عذراء بكارتها ملتصقة بها. مريم لما ارتبطت بيوسف في الخطبة لم يكن قصدها أن تتزوج، وما كان قصد يوسف أن يتزوج، دي حالة كانت موجودة في الوقت الذي سبق السيد المسيح، وسمونها الزواج الأبيض، يعني زواج بعقد لكن نية الرجل ألا يقترب من زوجته أو خطيبته، ونية الخطيبة ألا تتلامس مع خطيبها، أن يبقى كلاهما بتوليين. فلما بشرها الملاك وقال لها هذا استغربت مريم. زكريا استغرب وطلب علامة من الملاك: كيف أعلم هذا يا زكريا؟
أنت كاهن الله، أنت تعلم كيف تعامل الله مع آبائك وأجدادك، أنت رجل شيخ، أنت رجل مختبر، أنت تعرف الناموس والتوراة، فكيف تشك ومع ذلك يطلب زكريا علامة؟ بماذا أعلم؟ فقال له الملاك: لأنك طلبت العلامة ها أنت تكون صامتا لا تتكلم إلى أن يتم جميع ذلك. مريم لم تطلب علامة، ولكنها سألت سؤالا: كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فأجابها الملاك: الروح القدس يحل عليك، وقوة العلي تظللك، فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. بماذا جاوبت مريم الملاك؟ قالت له: هو ذا، أنا أمة الرب، ليكن لي كقولك. في اللام هذه، لام ليكن، تحقق السر، وعبرت مريم نيابة عن البشرية كلها، عن آدم وحواء، وعن كل آدم وحواء سيأتي من بعدها، على رغبة البشرية في الاتحاد بالله. وتحققت أمنيات العهد القديم: يا ربي طأطئ السماوات وانزل، المس الجبال فتدخن، أرسل يدك من العلو فتخلصني. تحقق رجاء العهد. رجاء العهد ليس فقط فيما قاله الأنبياء: يا رب ليتك تشق السماوات، يا رب طأطئ السماوات، ليتك تشق السماوات. وهكذا يا إخوتي، طأطأت السماء هامتها وتنازلت إلى الأرض، تنازل الخالق إلى المخلوق، والقوي إلى الضعيف، والكريم العزيز إلى الحقير، وتعانقت الألوهة مع البشرية لترفع البشر إلى الله، لتتعانق الخليقة مع خالقها عناق حب لا ينتهي، عناق حنان لا غور له. وهكذا تحققت أمنيات البشرية في كلام مريم في كلمتها الأخيرة: هو ذا أنا أمة الرب، ليكن لي كقولك. طوباك يا مريم، سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، ففيك وبك صار تجديد الخليقة مرة أخرى. ولإلهنا المجد والإكرام والعظمة والسلطان الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور، آمين. في هذا اليوم